ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في مشهد نادر عرفت واحة النخيل بفيجيج يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري تساقطات ثلجية حولت أشجار النخيل إلى مناظر غير مألوفة. هذا وكشف الحسين يعابد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية عن أسباب انخفاض درجات الحرارة بمجموعة من المناطق المغربية والتي وصلت إلى ناقص 6 درجات تحت الصفر. وأوضح يعابد في تصريح للقناة الثانية أن موجة البرد ناتجة عن تمركز منخفض جوي غرب البحر الأبيض المتوسط، والذي يوجد تيار شمالي شرقي يسمح بهبوط هواء بارد. وأكد المتحدث نفسه أن المناطق التي ستشهد أدنى درجات الحرارة هي المناطق الجبلية، بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين ناقص 0 و0 خلال الليل وبين 4 و10 درجات أثناء النهار. لا إله إلا الله، ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب، الله أكبر.